مصر، ما ننتظر أيضا من السيد المهندس طارق قابيل. وأعتقد أننا سنستمع إلى يعني أخبار طيبة خاصة بشأن المثلث الذهبي. السيد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، تفضل. فضل شكرا فندم. أنا يمكن عايز أرجع بس خطوة واحدة، عشان إحنا بنتكلم على التحديات اللي قدامنا وإيه هي التنمية. الصعيد مليء بالثروات، الثروات البشرية والثروات الطبيعية المتمثلة في الآثار والزراعة. ولكن يمكن الميزة أحيانا بتكون ممكن تكون عيب. النهاردة الاقتصاد في الصعيد إلى حد كبير مرتبط موسمي، مرتبط بالآثار والزراعة. فلو حصل أي حاجة في السياحة زي ما احنا بنواجه دلوقتي، بتأثر على اقتصاد الصعيد. اللي احنا عايزين نعمله ان احنا عايزين نتجه إلى التصنيع باستعمال المواد الطبيعية الموجودة في الصعيد. احنا عندنا ثلاث تحديات ودي اللي شغالين عليهم: تهيئة مناخ العمال والبنية التحتية، واعتقد الدكتور مصطفى والدكتور شاكر اتكلموا على الكهرباء والإسكان والصرف الصناعي والصرف الصحي والمياه والكهرباء، ودي كلها بتيجي من موازنة الدولة. نيجي للتدريب وتهيئة النشأ والشباب، ودي احنا بنعمل فيها الحقيقة شغل كتير جدا. النهاردة مركز التدريب الصناعي يمكن السنة اللي فاتت فقط درب أكثر من 7000 متدرب في الصعيد. الصندوق الاجتماعي صرف يمكن حوالي 1.6 مليار جنيه قروض لمشروعات متناهية الصغر وصغيرة، بالإضافة إلى أكثر من 350 مليون جنيه لتنمية البنية التحتية اللي بتشتغل فيها شركات صغيرة ومتوسطة، زائد 140 مليون جنيه تدريب خدم أكثر من 55 ألف متدرب في خلال الصعيد. بالنسبة للتعليم، وكان في سؤال امبارح في الاجتماع مع سيادة الرئيس على التعليم الفني، احنا بنشتغل برضو مع وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي على تطوير منظومة التعليم الفني، ويمكن بالأخص في الصعيد. التعليم الفني يمكن له ثلاث نقاط: المدرسة والمدرس والمنهج. النهاردة في عملنا دراسات على أكثر من 80 مدرسة فنية، أكثر من 50% منهم في الصعيد، اتعمل تندر وكل الماكينات الخاصة بالتدريب المهني جاية في السكة. عملنا تأهيل لأكثر من 140 مدرس، وعملنا تطوير لأكثر من 120 مطور مناهج، في منهم يمكن ثلاث مدارس كبار موجودين في أسوان هنا. زائد ان احنا بنخدم هؤلاء الصناع والمتدربين في عرض منتجاتهم في كرياتيف ايجيبت في القاهرة، وبدأنا نصدر منه. الشق الثالث، وده شق اعتقد مهم جدا، هو الاستثمارات. المشروعات الصغيرة متناهية الصغر مهمة جدا، بس عشان نقوم اقتصاد المنطقة لازم يكون في استثمارات اكتر في الصناعات والمشاريع المتوسطة والكبيرة. ليه؟ لان دي بتجيب وراها فيدينج اندستريز او صناعات مغذيه ليها، وده اللي احنا شايفينه موجود في القاهره وفي الدلتا وفي الاسكندريه، ده اللي احنا عايزين نكبره في الصعيد. فاحنا ماشيين هنا يمكن في اكثر من محور. نمره واحد، جلب الاستثمارات. انا مش عايز اتكلم على قانون الاستثمار، اسيبه لمعالي وزيره الاستثمار، بس هتكلم على الشق الصناعي. فيه اللي احنا عملناه في هذا القانون، شفنا ايه كل المنتجات اللي احنا بنستوردها، وهي دي اللي عايزين نصنعها هنا، سواء باستثمارات خارجية او استثمارات داخلية. وده اتحط بحوافز في قانون الاستثمار، والحوافز الموجودة للصعيد بالكامل اكثر من الحوافز الموجودة في القاهرة والدلتا، والهدف منه جذب الشركات والاستثمارات الكبيرة اللي زي ما انا بقول بتجر وراها استثمارات صغيرة ومتوسطة. بدأنا كمان نشتغل على إنشاء بعض المدن الصناعية المتخصصة. إحنا النهاردة بدأنا يمكن الجمعة اللي فاتت نزلت دراسة الجدوى الخاصة بالمدينة النسيجية في المنيا. بنشتغل على النباتات الطبية في بني سويف والفيوم والأقصر في منطقة أرمنت، بدأنا نعمل دراسات الجدوى فيها. زائد
ده في بقرض الصندوق البنك الدولي بنعمل تطوير شامل لست مناطق في إنا وسوهاج بالتحديد في منطقة إفت والهو في إنا. دول بدأنا هنشتغل فيهم قريب إن شاء الله، كل الدراسات والتمويل جاهز ليهم. بالنسبة لسوهاج في 4 مناطق منهم غرب جرجة وغرب طهطة والأحيوة، هيتعمل لهم تطوير كبير لجذب الصناعات. يمكن الصناعة بالنسبة لسوهاج قليلة جدا من الناتج القومي بتاع هذه المحافظة. الشق الأكبر هو المشروع الكبير اللي هو المثلث الذهبي. المثلث الذهبي الهدف منه يمكن أكثر من هدف، واحد جذب الكثافة السكانية الزائدة من وادي النيل إلى المثلث الذهبي، توفير فرص عمل لأبناء الصعيد، ومساعدة الاقتصاد الوطني المصري. المثلث الذهبي دي منطقة حوالي 9000 كيلو بتقع ما بين إنا وإفط وسفاجة والقصير، غنية بالمعادن لم يتم تطويرها لسه بالشكل الكافي. المشروع ده يعني برضو احنا احيانا الناس بتقول ان احنا بنعمل مشاريع بدون دراسة جدوى. دراسة جدوى لهذا المشروع استمرت اكتر من 15 شهر في 6 مجلدات كبيرة، قام بها مكتب ايطالي اسمه دوبولونيا مع كل اجهزة الدولة. المشروع ده فيه 3 مراحل او 3 اجزاء. الجزء الكبير اللي هيكون التعدين والصناعات التعدينية، المثلث الذهبي والدراسة دي ما تتمتش على الورق، لا ده تمت على الواقع وتصارت كل الأماكن فيها صناعات أو مناجم ذهب، تيتانيوم، زنك، فوسفات، معادن ثقيلة وغيره. الشق الثاني شق الزراعة والصناعات الزراعية المرتبطة بها، داخل فيها استطلاع أكثر من 30,000 فدان بدون استعمال مياه زائدة عن طريق ترشيد المياه في الزراعات الحالية. الشق الثالث هو شق السياحة بكونسبت أو بأسلوب مختلف اسمه اللوتس، زائد ترميم بعض المزارات في قنا، وحتنشأ عاصمة لهذا المشروع، عاصمة المثلث الذهبي بتبعد حوالي من 70-100 كيلو ما بين في اتجاه البحر الأحمر. المشروع ده هيتعمل على فيزز أو درجات، كل فيز 5 سنين. حجم الاستثمارات المتوقعة لهذا المشروع أكثر من 18.5 مليار دولار، دي استثمارات خارجية. المتوقع استثمارات من ناحية الدولة، بنية تحتية، طرق، سكة حديد حوالي 2.5 مليار دولار على فترات متباعدة. المتوقع من هذا المشروع أنه يستوعب أكثر من 2 مليون نسمة ويوفر أكثر من 500,000 فرصة عمل. ده ممكن يدي دخل مباشر للدولة 8 مليار دولار في السنة. وعدد الوظائف اللي أنا اتكلمت عليها دي الوظائف المباشرة، دي أحيانا طبعا بتخلق وظائف غير مباشرة وراها. المشروع ده تم عرضه على مجلس الوزراء في 7 ديسمبر واخدنا اراء بعض الوزراء، لان في الوزارات لازم تدرس التأثير ليها، زي وزارة الدفاع، زي حجم الكهرباء المطلوب، حجم المية المطلوب وهكذا. ان شاء الله هيتم عرضه في خلال الاسبوعين الجايين على مجلس الوزراء، بعد كده هيتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية لتشكيل هيئة تقوم بتنمية هذا المشروع. المثلث الذهبي هيكون جاذب لأبناء الصعيد للعمل وعدم الهجرة من الصعيد سواء الداخل أو الخارج. مونستر هو ده بالضبط الهدف، بالعكس ده ممكن يجذب ناس يمكن من خارج حتى الصعيد، لكن ده الهدف منه، ده هدف تنمية الصعيد هو الهدف الأساسي منه. زي ما أنا قلت يمكن هيجذب أكتر من 2 مليون نسمة في هذا المشروع الكبير، ده مشروع تنمية وليس بس مشروع صناعي، فده هياخد فترات لها فيزز يعني. في إضافة يا فندم؟ شكرا جزيلا سيد مهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.